بسم الله ولا اله الا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق طنطا العمومي تبع محافظه الغربيه، ومعاكم قناه الموش. اليوم يوم 4/7/2022، وتعالوا نشوفوا اسعار اللحم، الذكوره، العجول، البقر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. صباح الخير يا عسل، عامل ايه يا غالي؟ اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر على الماء، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تجار ولا جنايين يا عسل؟ تجار. منين يا غالي؟ من المحله. من المحله وتجار المحله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. تبع المعلم مين؟ مين؟ معلم نمر. احسن راجل معلم نمر المحلي وتجار المحله، الله اكبر. عامل كام والله؟ عامل كام بمد الله؟ بمد الله 39,000، الله اكبر. 550 كيلو. 550 كيلو ب 39,000، الله اكبر. المحله وتجار المحله، نعم. 320 كيلو صافي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. 39,000، الله اكبر. المحله وتجار المحله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. على المال يا جماعه، فرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي، عشان ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخذ المال، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، اللهم صل على النبي. معاكم حاجه تاني؟ معانا يابا اجله يابا. انهو دي متغمي؟ لا ده اللي متغمي. عامل كام المتغمي؟ عامل كام؟ عامل 45,000. 45,000. صباح الخير وصباح الفل يا عمار. بارك الله فيك. 45,000 يا جماعه، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. على اللحم الثقيل يا جماعه في سوق طنطا، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. 45,000 العجل اهوت، الله اكبر. بسم الله كسر جوه، الله يبارك لك. عامل 45,000، الله يبارك لك. طب ادينا رقم التليفون لو حد عايز حاجه يتواصل معاكم. 0-100-4-8-3-2-3-0-3. اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم، بالله عليك تعملوا معاه واجب. المعلم نمر، المحله وتجار المحله، الله اكبر. ابوح الصباحي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر. اللهم صل على النبي، الله يبارك لك عم احمد. بسم الله ما شاء الله، احمر ولا اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللي يجيب الجن الاستاذ وائل وعم احمد مغاوري، الناس المحترمين. ده عامل كام العجل ده عم احمد؟ والله 34,100. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. السيد البدوي، السيد البدوي ومدد يا سيد بدوي. طنطا وحلويات طنطا وعسل طنطا، الناس المحترمين، الله يبارك لك يا عم احمد. ادينا الرقم يا عم احمد معلش. 0-12-8-0-12-8-3-2-4-3-2-4-70-50. الله يبارك لك يا عم احمد. عم احمد مغاوري يا جماعه جنب السيد البدوي، تجار اللحم الثقيله، الله يبارك لهم ويصلح حالهم. نعم، الله يبارك لك يا عم احمد. بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر. الله يبارك لك يا عم احمد. دي بكام ودي بكام يا عم احمد؟ اللهم صل على النبي. 43 و38. الله يبارك لك يا عم احمد، عليه افضل الصلاه والسلام. صل على النبي بقلبك وقول عليه افضل الصلاه والسلام، عشان ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هيشتري المال. وانت طيب يا عم احمد، والامه الاسلاميه كلها بخير ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. الله اكبر، اللهم صل على النبي، الله يبارك لك يا عم احمد. اللهم صل على النبي، الله اكبر. دبابات اللحمه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دي بكام ودي بكام؟ دي بكام ودي بكام؟ دي ب 63,000، دي ب 65,000. الاثنين مع بعض ب 130,000، الله اكبر. دبابات اللحم، الله اكبر. كم؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، فرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، دبابات اللحم يا جماعه في سوق طنطا النهارده، اللهم صل على النبي. دبابات العجول اللحم، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، 130,000 رجليه. دي ب 45، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. امال انت بتقول ب 65 ليه؟ بقول ب 65,000. ب 65 ايه؟ العيل ما يعرفش حاجه. الله يبارك لك. اما تقول لي عطيه كده خليه يديلك على وشك. الله اكبر. 45,000 يا جماعه. والتاني ده ب 45 يا حاج وائل؟ ايه الاحمر ده برضه ده اهو. ايه 37. 37. بسم الله ما شاء الله، 37 و 45,000.
الله اكبر. طيب الله اكبر يا معلمي. صباح الفل يا معلمي. الاسعار عامله ايه يا معلمي النهارده؟ الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللحم التقيله يا جماعه في سوق طنطا الله اكبر. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حاج وائل. بسم الله ما شاء الله. دبابات اللحم النهارده. دبابات اللحم النهارده في سوق طنطا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. وانت طيب يا حاج وائل. بسم الله ما شاء الله. دبابات اللحم في سوق طنطا النهارده الاضاحي. بسم الله ما شاء الله. بالهنا والشفاء للي هياكل. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. اللحم الثقيل يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا عم احمد. الله يصلح حالك يا عم احمد وحال الجميع. اللهم امين. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. على اللحم الثقيل النهارده في سوق طنطا. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل. كل سنه حضرتك طيب. عامل ايه؟ الله يبارك لك. السوق عامل ايه واللحم عامل ايه النهارده؟ الكيلو ماشي كام جاي من النهارده؟ كيلو؟ ايوه. والله احنا بقينا 75 و76. 75 و76. بسم الله ما شاء الله. شوف اللحمه. اللهم صل على النبي. تاجر ولا جناه يا معلم؟ تاجر يا باشا. طب نتعرفه باسمك طيب؟ هنيته. المعلم احمد الطوخي. المعلم احمد الطوخي قاعد فين يا معلم احمد؟ ها؟ قاعد فين؟ قاعد في المحل. محلة وتجار المحلة المعلم احمد الطوخ الله يبارك له. عامل كام العجل ده يا معلم احمد والله؟ العجل ده عامل 34000 ونص. 34000 ونص. كسر كام سن؟ كسر جوز. 34000 ونص يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر. اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي عشان ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال ان شاء الله. الله يبارك لك يا معلم احمد. معاك حاجه ثاني غيره؟ معايا رجل طبعا. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. كسر حيه برضه يا معلم احمد؟ كسر جوز. كسر جوز برضه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله اكبر. عامل ايه يا معلم احمد؟ اخوك ابراهيم غازي في السعوديه ورجاله السعوديه. ربنا يكرمنا يا رب انا وانت بزياره النبي ونروح له من هناك باذن الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. مصطفى عمر. مصطفى عمر احسن راجل والله. الله يبارك لك. عامل ايه؟ عامل ايه اللحم النهارده يا معلم مصطفى؟ مظبوط. السوق هادي اهو. السوق هادي النهارده. الله يبارك لك. الكيلو بكام طيب جاي من النهارده؟ 65. 75 و76. بسم الله ما شاء الله. طب ادينا رقمك يا معلمي لحد عايز حاجه اتواصل معاك. 010. 010. استفاره بوقت لاحسن اللحمه هتخلص. حبيبي ان شاء الله على طول. هناخر 200 عجل بيحوم الاسبوع ده. الله يبارك لك يا معلمي. يعني موجود عندك لحم لحد امتى؟ اليوم العيد؟ عشان خمس عجول بس اللي موجود. 010. 010. ماشي. 90. 90. 53. 53. 41. 88. 88. المحله وتجار المحله. اللحم الثقيل. الناس المحترمين. بطل مصر الله يبارك لك يا معلم. بطل مصر. الله يبارك لك في اللحم الثقيل طبعا. ثم اي حاجه. الله يبارك لك يا معلمي. الله يبارك لك يا معلمي. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. حبيبي يا معلمي. حبيبي يا غالي. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. اللهم امين. الله يكون. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. اسيبكم في رعايه الله وامنه. والله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.